علماء الدين كسعوتي وسيرة الدين تيوقفت سومالان سلادين عقال يسيدو كلي قناعصته ايامان تا السرسمية حارقة وقاتشري مساجد الإخوة والغير قليي دقمدة قعمة ديري اي عاصمة دهر قيساد لسمها مساجد كاسي ايا وحا كيبو هاي حاجي محمود آدن مال يسيدو كلي مرحوم محمد علي قريتي وحانا مناسبة فرطانكا كاقايب قلي علماء الدين كسعوتي وسيرة الدين تيوقافتا قناعصاتو صلاة الدين وضيال يسيدو كلي قدد حافظة قعمة ديري وقهرين وحالكاسي كهالي ميد كميدا مسؤولين تيقعنتكو هايي دسمها مساجدك يسيدو كلي شركة دا دالدس كنستراشن كمباني او اهيد شركة ديهر قريسي دسمها مساجدكاسي وحاينكا ورمين مرحالغيه وصو مري دسمها مساجد كاسي مساجد كان واحد لكيس بحيي الله خير هسي عرورتي أريد وكتغي محمد علي إسماعيل قديت الله نحرسته إن أيار لكيس بحيي أو كوبان أفريا لباتن متر يولي حي صدر متر أو كدسان مساجد كان دار كيسان يمدرسان أفر قلاس يحفيز كيدية ودين عين قحكت ان دسمه سرتي مثال كا كسان يم درسد يعني انتاسا انت دي كو بخداي وحا قيب لحاد لك قاتاي نكا محسك الى محمود آدن مال محمود آدن عمر ان يو اغونت لفتوده الم محمد علي اسماعيل او كلا بخيه لبا ميلود يا صدح ميلود ان يغا عصوي وحا الهنا شيغنا هنغا عربابين وعصوي كاسو سوشودنتودي لكن سلاسة وبحيين إلهي ميسانك حسناتك هاو قدرو محمد علي إسماعيل كي رولكا لغير إسيلا هانا إستقنا مساجد سنة ده الله قبدلو أو دعينينا أولادك تغينا الله بركيو أرساق وناكسن إيا عمر وناكسن إيا أقرأ وناكسن الله أصفيو أو دعينينا محمود هذا المال وكنتي يضو برنان ماشي أصنو ولا برنان يلي بركان نسكو قرعني إسنا سيقارا نقول دعينينا نكانا وحن لين هاي ميسانك حسناتك الله قدرو أولاد بقى كشيء وقت قربها صو تذكرنا أولاد وقربها شو وقت هو كير الشك يعني إلى هاي أولاد أنا إلى هاي وصل هذا يو إلى هاي وصل هنون يو و ويري الكيس يوقف حلق الرونا أو ضافي أو ضو في إنجليزية الله وصل هذا يود عيني نكا إن هاي أولاد وتوسيو وبركة يو إن حسنات كايا خير كوسمي أنا جو شركة تدرس أهان سات كم فلني مركا إن أسا الشركة هان دي واحدة الكدونة يا إنا نون يرفع فاهنا شيخنا مساجدكو أنتو ككو هي هي يقابكو لسي هي ورد مساجدكو هذا ركتانا قبل ذي سنين عسو يرجيدا إن تانا واحد صوابي يي بحوي يي بلكن إريدا إن سيايلو سعدان دفكا نحتاد دقاني بحوي يان إن قابكا قبل ذي ساسويتشي سنية انت هو بدن دي مساجد وحلقة ديگا برتن حلقة ديگا لكن سمر كي قاب كدول كوي هالي قاب كي چكدو تهالي وحكو سؤال إيسا انو دعا نقضو سيدو كلا وحا هالكا سيكا هالي قار كاميدا علماء الدين تي كسو قيب كشي مناسبة داسي اي كسعودي وستارد الدين تي وقافتا يا سيدو كلا مسؤولين تي كلا اي لغو سو مرتقا دي صلاة دين يا سيدو كلا قناعثتو وحا اينكا ورمين قيمها ايلا دهي إلا دسو مساجد يغو سيدو كلا ادعيي عد كستو او خيب قادتي دسمها مساجد كاسي وحارون تي مودان اني ادعيينو عد كاستو مركا كقيب قادتي قودهان مسايد كان إيا مركز كان دسميسة وغوه الرأي ولالكين حاجي محمود هذا المال إيا ولاليه كريب بحيي مركا إيانا رولكينو لبدا قولب ودعينو إلهينا سبحانه وتعالى وقبرينو إن إلهي مستانك حسنات كما ننت قيامه وصارو وحنو مهدنقنا مر لبات ولالها مسايد كقيب قادتي حدو يهي مركا مرحوم كحاجي محمود مركا وحردنتي إيا وبد كيسة iyaguna guna khayr fara badan Allah siiyo Allah barakeeyo iyaguna gartay waalidkoogii inay marka wax weeyaan ka qayb qaataan dhulki uu bixiyo dhismiis iyo Haaji Maxamuud isagana dhamaantood waxaynu Ilaahay u weydiinayna in Ilaahay subhanahu wa ta'ala marhuum ka dhinteena Ilaahay u naxariisto inta ka qayb qaadatay ee maanta nool la Ilaahay uu ka dhiga dad barakeysan Nabigeena Cali (sallallahu alayhi wasallam) kabad markaa masajka nadiifin jirtay masajka Nabiga
aad iyo aad buu qiimaheeda u weyneeyey. Marka saxaabadii Nabigu Cali (SAW) gabadhii intay dhimatay ayay markaa aaseen iyagoo aan u sheegin Nabiga. Dabeetana Nabigu si qiimaha ay arrintaasi leedahay uu markaa kor ugu qaado wuxuu ku yidhi maxaad iigu soo ogeysiin weydeen, iminkana isoo tusa markaa waxa weeye qabrigeeda. Dabeetana sidiibuu Nabigu Cali (SAW) ayuu ku tegey waxa weeye qabrigeeda. Waxay tilmaamaysaa xataa ka ugu yar ee nadiifinaya ama ka wax ka mid a masaajidka markaa ay daryeelaya qiimaha uu leeyahay. Ninkan kale halkan fadhiya maxamuud la yidhaha 30 sano saaxiib ahay, wuxuu jeclaaba horta caawa hela berigii hore inuu masaajid dhiso. Markaynu waddanka soo galay masaajidka ku yaala halkan soo haleela, markaanu saa usoo galnay ninka masaajidka horta jingada saaray buu ahaa. Dadku waxbaba may saari karin inuu nin masaajid dhisi islaama naguma jirin. Haddana marka labaad masaajidka aadan siiri tukiyo annagu waan la saaray ayaanu jingada saarnay oo isna markaa duusan. Xabaalaha harta sheekhe dadka lagu intuba fikirka isagaa lahaa, xabaalaha harta sheekhe dadka lagu aaso ninkii horta iibiyey annagu waan la iibiyey ayuu ahaa. Horta maxamuudo waxaa doonaysa igu kuu rumoobay in badan baad masaajidan aad ista qalbiga ku haysay bushaariisu. Intii dhulkaa bixisay iyo intii dhistay ee lacagtooda gelisay, intii fikir kaga qayb qaadatay, intii tala kaga qayb qaadatay, intii xoog kaga qayb qaadatay, intii haddii alla ka dhigayo niyad iyo dhiirigeli kaga qayb qaadatay, ilaahay waxaan ka baryay horta ilaahay ha ka aqbalo camalkaa wanaagsan, ilaahay ha ka aqbalo. Waxaa kaloon halkan uga ducaynayaa maxamuud aadan maal muraadadiisa uu leeyahay ilaahay gacanta iyo bilgta ka geliyo. Aamiinullaha, aamiinullaha, aamiinullaha. Intii kale isaga la mid ahayda gacan ka geysatayna ilaahay khayrkeeda inuu siiyo. Aamiinullaha. Idan nabigeenu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, man banaa masjidan fi lardi bana allahu baytan fi ljanna. Adduunyadan aynu joogno guudkeeda ninka masaajid ka dhisha bana allahu baytan fi ljanna, halkaasaa ilaahay uu wax uga dhigaa. Nabiga calayhi salaatu wasalaam saasuu yidhi, waman dakala fiihi xajaran walow kaana xajaran. Masaajid la dhisaayo xadiis kale wuxuu tilmaamayaa masaajid la dhisaayo ninka dhagax ku darsada, walow kaana xajaran, dhagax baad ku darsatay. Bal waxaad ka warantaa man dakala almasjida labanan aw xajaran aw tiinan, ninka wuxuu ku darsay masaajidka ama dhagax ha noqoto ama ciid ha noqoto ama biyo ha noqoto, ninka wuxuu ku darsaday waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u iftiimiyaa jidka la maraayo ee madow.